ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل. هنعرف فيه حقيقة حب يزن للأميرة فيروز وليه فيروز شتمته، وكمان صدمة غزل ورد فعلها على اللي حصل، وكمان هنشوف مقلب جامد جدا في جلجل وكمان حودة. بجد هتضحكوا من قلبكو. هنعرف ليه بيبي مكة مش عارفة تتكلم لغاية دلوقتي، بجد مؤثر جدا. وأخيرا زعل ايه أحلى وايه السبب. فيديو اليوم حلو جدا وكله معلومات تهم كل الفانز، بس كملوا. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عائلة الجمل. يلا بينا نبدأ. وهنبدأ ببرنس مصر، بس في البداية نحب نقول لبرنس مصر مليون مبروك، لأنه طلع ترند أول في الوطن العربي كله. ألف مليون مبروك يا برنس، ومن نجاح لنجاح إن شاء الله، وربنا يبارك لك في بيبي صالح وبيبي مكة. تعالوا بقى للموقف المضحك اللي حصل لبرنس مصر وهو أول مرة كان بيسوق عربيته. كل الناس كانت بتشاور له، والسبب لأنه كان ماشي على الرصيف بدل ما يمشي على الشارع، والسبب ده لأنه كان بيتعلم السواقة لسه. دلوقتي هنشوف بيبي مكة ليه مش بتتكلم. والحقيقة مكة دلوقتي بقى عندها 3 سنين لكن لسه مش بتتكلم كويس. بيبي مكة ظهرت مع مستر أحمد وكانت بتغني مع الأولاد، بس ما كانش كلامها واضح. جلجل هنا قالت إنها بتتكلم زي طفلة عمره سنة. عاوزين لما ندى تقوم بالسلامة وتبقى كويسة، وكمان برنس مصر يودوا مكة لمتخصص عشان يخليها تعرف تتكلم كويس. وده رأينا، احنا بنحبها قوي وعاوزينها تتكلم زي الأولاد. ربنا يحفظك يا كوكي انت وبيبي صالح. دلوقتي تعالوا نشوف مقلب بيبي حياة في ندى جلجل، بجد هتضحكوا جدا. كملوا معانا الفيديو عشان في مفاجأة كبيرة جدا لكل الفانز. ما شفتوا المقلب ده من تفكير مستر احمد، بس جلجل ما خافتش وضحكت على حياه. تعالوا لاخر مقلب معانا وهو حوده، وده اللي بجد هيضحكوا جدا. تعالوا نشوفه ونرجع على طول. وبعد ما شفنا مقالب مستر احمد، تعيش وتعمل مقالب يا مستر، بس عاوزين افكار جديدة للمقالب. ياريت كل الفانز يشاركونا في التعليقات لأفكار مقالب جديدة لمستر احمد. ودلوقتي تعالوا نشوف حقيقة كلام يزن وتصريحه لأول مرة انه بيحب فيروز. والحقيقة العيلة كلها كانت متجمعة عند ندى واحمد، وكان مجمع الاولاد كلهم في فيديو، وخلف الكواليس كانت الحاجة هند وسلمى وكمان اية احلى وندى جلجل كانت بتصورهم. كان فلوج كله هزار وضحك وكمان غنى مع الاولاد. تعالوا بقى لأهم سؤال وهو غزل بتحب مين؟ غزل اختارت بيبي هند، وطبعا كنا عارفين وقلناه اكتر من مرة. وبعدها يزن قال انه بيحب فتح الله. يا جماعة يزن عنده دلوقتي 6 سنين زي الأميرة فيروز بالظبط. تعالوا بقى للمفاجأة والصدمة كمان في نفس الوقت. أحمد سأل يزن انت عمرك حبيت قبل كده؟ آية ردت من الكواليس وقالت انه بيحب أمه، لكن أحمد كان عاوزه يحكي عن أول حب في حياته. يزن قال بحب فيروز. تعالوا نشوف رد فعل أحمد، بجد هتموتوا من الضحك. ونرجع تاني على طول. وحياتك حبيت اللي كده يا يزن؟ احكي لنا عن اول حب في حياتك. حياتك ايه؟ بتعترف يا ابوها. بتقول ايه؟ احمد اتطرش. انا ابوها. وزي ما شفتوا رد فعل مستر احمد موتنا من الضحك لما قال انا ابوها يلا. وطبعا بص للاميره فيروز وقال لها ايه رايك، بس فيروز زعلت جدا وكمان اتضايقت. لو تفتكروا لما فيروز كانت زعلانة في فيديو خطوبة حياة وصالح، أحمد قال لها عريسك هو يزن، ووقتها فيروز اتضايقت جدا. كمان المرة دي كان رد فعلها صعب قوي. تعالوا نشوفه ونرجع على طول. فيروز يزن بيحبك يا فيروز.
وزي ما شفتوا فيروز قالت وانا مالي، وكمان شتمت يزن عشان كده غزل زعلت منها قوي. احمد وكمل غنى بس فيروز سابتهم ودخلت اوضتها. سلمى هنا قالت ان العروسة مش موافقة، وكمان آية قالت السكوت علامة الرضا. لا وكمان الحاجة هند اكدت على كلام يزن وقالت انه الوحيدة اللي بيلعب معاها يزن هي فيروز، وطبعا فيروز مش حابة خالص تسمع الكلام ده، بس احمد قال لها انتي عاوزة فرح زي بيبي حياة. فيروز رافضة خالص، وطبعا كل ده في التمثيل مش حقيقي لانهم زي ما قلنا اطفال ودلوقتي هم اخوات، لكن زي ما شفنا حياة وصالح في الخطوبة ده كان فيديو في التمثيل. مستر احمد كان عاوز يعمل فرح لفيروز والامير يزن، لكن لسه دلوقتي كل العيلة بتقنعها تعمل الفيديو ده. دلوقتي واخيرا تعالوا نشوف اي احلى اي شركتنا بالصورة دي ليها مع بيبي صالح لما اتولد. قالت فيها اللهم اكتب له طول العمر وحسن العمل وسعة الرزق وسعادة الدارين، ربنا يتقبل منك يا يويا ويا رب يبارك فيك يا بيبي صالح. عاوزين نفرح كل الفانز ونقول لهم ان آية اخيرا خرجت من حالة الحزن اللي كانت فيها، وكمان نشرت البوست ده النهاردة وهو اياك ان تحزن لن يشعر بك احد الا صحتك. علقت عليها وقالت احلى كلام والله، فعلا احسن حاجة انها ما تستسلمش للزعل والحزن، كمان تحافظ على ضحكتها عشان آية احلى ضحكة بنشوفها في عيلة الجمل. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهاش سؤال الفانز الفيديو اليوم هو قولولنا ظهر اسم يزن كام مرة معانا في الفيديو. شوفوا الفيديو وحلوا السؤال وكملوا معانا عشان اسامي الفانز اللي فازوا في المسابقة. عاوزين كل فانز برنس مصري يعملوا شير للفيديو ده لكل الناس، وما تنسونيش في اللايك يا اجمل جيش. هنا وصلنا للنهاية، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.